ناخد على التليفون القمص سيرجيوس سيرجيوس، هو وكيل عام البطريركية. يا قمص مساء الخير على حضرتك يا فندم. اهلا مساء النور يا فندم. اهلا بيك. اسمح لي في البدايه، اهلا بيك، خليني اسال حضرتك في البدايه طبعا لان مهم نعرف تفاصيل اكتر طبعا عن لقاء الرئيس البرتغالي بقداسه البابا توادروس الثاني، وكمان ايه اهم هنا انطباعات والموضوعات اللي نوقشت بينه وبين البابا توادروس. اتفضل يا فندم. الحقيقه هو بعد زياره المتحف الكبير والاهرامات جاء عندنا وكان منبهر طبعا بالحضاره المصريه، وتقابل مع قداسه البابا توادروس الثاني في المقر البابوي، وقعدوا مع بعض فترة شوية كده في المكتب، بعد كده سابلناه في الصالون كلنا. الحقيقة قال كلمة جميلة جدا، وقداسة البابا برضو اتكلم كلمة جميلة عن الكنيسة المصرية وأصلها منين، وبعد اتكلم عن مصر وعلاقة الكنيسة بالحكومة وبرئيس السيسي، والحقيقة حتى قالوا ان مصر دي تعتبر يعني أقدم كنيسة في العالم، كنيسة مصر، وأول الرهبنة لما ظهرت من مصر، والأنبا أنطونيوس اللي هو نشر الرهبنة في العالم كله. والحقيقة يعني حتى هو تشوق إنه يشوف الأديرة دي، وعشان نظير زي ما هو كان بيقول هاجي كده زيارة مش رسمية، أقضي سياحة كده وأشوف الصناعة الثقافية، وعد برضو ان هو هيجي ويزور القضيه دي كلها. والحقيقه بعد ما القعده الجميله دي وكان الوفد معاه كله، اتحركنا على الكنيسه البطرسيه اللي كانت فيها احداث السنه اللي فاتت بتاعه الشهداء اللي حصل فيها الانفجار، ودخل الكنيسه وانبهر بيها جدا طبعا. وشاف الاثار الكلام ده كله، وشاف اللوحه اللي معموله للي استشهدوا، وقفوا قدامها وكان يعني متأثر جدا، وقعد يصلي كده وهو واقف. والحقيقة كانت يعني زيارة لطيفة قعدت أكتر من ساعة، ساعة وشوية. رائع جدا قمص سيرجيوس، أنا بشكر حضرتك جدا يا فندم على هذه المداخلة.